من اكسبو دبي انطلق كوب 28، المؤتمر الأضخم في العالم الذي يعنى بقضايا المناخ. ولأن عام 2023 كان شاهداً على تغيرات مناخية استثنائية دقت ناقوس الخطر على هذه الأرض، فكل الأنظار تتجه إلى هذه النسخة من المؤتمر التي يسعى القائمون عليها لتكون نقطة فارقة في مواجهة التغير المناخي في جميع أنحاء العالم. تستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في الفترة من 30 من نوفمبر إلى 12 من ديسمبر 2023 بمشاركة أكثر من 70,000 شخص، بمن فيهم رؤساء دول ومسؤولون حكوميون وعدد من قادة القطاعات الصناعية الدولية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي والخبراء والشباب والجهات الفاعلة غير الحكومية. سيشهد مؤتمر الأطراف نتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطط العمل المناخي، وتسعى رئاسة المؤتمر إلى التوصل لتوافق بين كافة الأطراف واتفاق على خريطة طريق واضحة لتسريع التقدم المنشود عبر جميع موضوعات العمل المناخي. خطة عمل رئاسة كوب 28 تستند إلى ركائز أساسية، وهي تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، وحماية البشر والطبيعة، وتحسين الحياة وسبل العيش، ودعم الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع في منظومة عمل موحدة تؤمن بأنه حان الوقت من أجل التغيير.